هداف الدوري المغربي للمره الثانيه على التوالي، يعني كان صراع كبير مع لاباكو تجو في الاخير. محسن الشعور ديالك ويعني الميساج اللي تبغي تدوز للاعبين صحابك اللي يعني عطاوك التمريرات الحاسمه؟ اكيد يعني بالنسبه كيف ما قلت يعني بالنسبه لهذا اللقب ديال الهداف هذه السنه ربما كانت بقى التشويق كيف قلت حتى لاخر دوره، يعني هذا تحتمت يعني اللقب اللاعب، فيعني كانت واحد المنافسه كبيره مع لاباكو تجو بحكم انه مهاجم كبير. يعني كنظن ان المنافسه نفعتنا بجوج بحكم اننا خلاتنا يعني نسجلوا اهداف كثيره ربما هذه السنه ديال اللي هو كان العدد ديال 19 هدف اللي ربما ماشي عدد سهل. يعني المنافسه خلات ان الايقاع يرتفع وخلات كل لاعب يسجل، كل واحد منا يسجل 19 هدف اللي ربما غنكونوا راضيين عليها بجوج. واش من الطبيعي الهدف ديال الدوري المغربي ما يمشيش لكاس افريقيا الامم؟ كيفاش كتشوف انت يعني كيفاش عشتيها؟ فانا كلاعب يعني يعني كتسائل دائما كجميع الناس يعني وكجميع المتبعين وكجميع الرياضيين، يعني كطرح سؤال هنا كتقول علاش ما نكونش في المنتخب، لكن كيف قلت كيبقى اختيار ديال المدرب فوق الجميع. الحظوظ ديال المنتخب الوطني فان شاء الله نتمنوا انهم رغم احنا ما مشيناش نتمنوا لهم خير، يعني نتمنوا يتوجوا باللقب لان ربما عندنا كاس واحده افريقيه نتمنوا ان يكون هذا هو الثاني ان شاء الله، لان كنلعبوا في مصر اللي كنظن انها دوله اللي تقدر تسمح لنا ان نجيبوا اللقب بحكم ان هناك ملاعب وكاين حتى البنيه التحتيه يعني في المستوى باش ان شاء الله لما لا يتم جلب الكاس الثاني. يعني الحمد لله ما يمكنش ياثر على المجموعه. يعني الحمد لله اكيد انه لاعب كبير، يعني لو كيف قلت لو كان غادي يساعد المنتخب بشكل كبير بحكم انه هداف كبير وعنده واحد القيمه كبيره، لو كان غتكون واحد القيمه كبيره بالنسبه ليه هو. فين العموم يعني الان تبعنا يعني الامور ان الحمد لله ما غاديش يمشي، نتمنى ان اللي يمشي يقضي الغرض ان شاء الله ونجيبوا كاس افريقيا، هذا هو الاهم ان شاء الله.